السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أحمد القرشلي في موضوع جديد بعنوان كيف يمكن التسجيل في ألعاب الصيف الإنروا، طبعا بطريقة سهلة وحنحل جميع المشاكل إن شاء الله. أول حاجة، إذا كنت طالب جديد يعني لم تسجل قبل ذلك في ألعاب الصيف، أو إذا كنت طالب قديم سجلت قبل ذلك في ألعاب الصيف، طبعا الطريقة واضحة. أول حاجة راح تدوس على طلب جديد، بعد هيك حتدخل رقم الهوية وتدوس جديد. طيب لو أنت دخلت رقم الهوية وعملت حساب بدك تعدل على البيانات ونسيت الرقم الطلب نهائيا، بس عارف الباسورد، نسيت رقم الطلب وعارف الباسورد، راح تدوس على فقط بيانات المرور، تدوس على القفل ده، راح تدخل هنا رقم الهوية بتاعك، راح تدخل البريد الإلكتروني، راح يبعث لك رسالة على الإيميل بتاعك إنه بالبيانات برقم الطلب بتاعك والباسورد وهيك والبيانات الدخول. تمام، طيب راح الآن نبدأ عملية التسجيل. حدوس طلب جديد وحدخل رقم الهوية 400737904. تمام، حدوس جديد، هيفتح لي الموقع وحيعطيني رقم الطلب. هذا مهم جدا، لازم احفظه في مكان عشان ما انساهوش. تمام، لازم احفظه في مكان عشان ما انساهوش. اهو انا عامل مفكرة وحطيته في المفكر عشان ما يروحش الرقم من عندي. برجع الموقع، بدخل هنا الباسورد اللي انا بدي اياه، اي باسورد. احط ارسل، تمام هيك، هو هيك عمل لي باسورد شغال 100%. راح اخش على ايش، ادخل الاسم باللغة العربية، تمام، راح ادخل رقم المؤن، بطاقة المؤن. طبعا هتلاقيه في كارت المؤن اول ايش حيبدأ بواحد شرطة صفر وزي هيك، هذا هو رقم المؤن الجديد بسموه، 3 2ات اللي هو 3 2 7 7 3. تمام، تتأكد منه عشان تتأكد انه كل بياناتك مظبوطة. هندخل الاسم باللغة الانجليزية، راح ادخل الاسم باللغة الانجليزية، طبعا عملت له نسخ. الان هختار الجنس ذكر ولا انثى، بعد كده هختار تاريخ الميلاد اللي هو 2000 تاريخ الميلاد 1995. راح ادوس، اضل ادوس هنا لحد ما اوصل لايش، 1995. ها تمام، هختار التاريخ، وبعد هيك هختار الشهر، طبعا هان جانيوري فبراير، يعني شهر 1 2 3 4 5 6، اختار الشهر اللي انا بدي اياه. بعد هيك اختار اليوم، بتبقى هيك الامور 100%. تمام، بختار الحالة الاجتماعية، وبختار هيك بكون انا خلصت البيانات الشخصية بطريقة سليمة 100%. تمام، الان راح نبدأ ندخل العنوان، طبعا غزة، هختار المحافظة، بعدين غرب غزة، بعدين هختار وادخل العنوان بالتفصيل، غزة الرمال الشارع، بعد هيك المنطقة العمارة، مقابل ايش، هيك بكون الامور 100%. راح ادخل رقم الجوال، رقم الجوال طبعا بعد 059 حبدأ الرقم بعد الجوال، 710-3171، هيك سجلت الجوال 100%. راح أدخل رقم الهاتف، تمام، راح أدخل البريد الإلكتروني،
تمام هيك. هلقيتها راح اختار انا المدارس القريبة على البيت عندي. طبعا اول مدرسة ممكن اختار اللي هي مدرسة الرمال، بعدين ممكن اختار مدرسة صلاح الدين الجديدة، كل مدارس دي قريبة على البيت. بعدين اختار المؤهل الدراسي والجامعة، بعدين اختار التخصص. اختار سنة التخرج، تمام. بعدين حضيف الخبرات اللي انا بدي اياها اللي ضربتها بخصوص الموضوع، يعني خبرات تتعلق في موضوع تدريب الاطفال او تربية الاطفال، تدريس الاطفال، كل الامور هذه تتعلق في الموضوع هذا، او امور تتعلق في الادارة زي المحاسب، ادارة اعمال، امور زي هذه كلها ممكن ايش ادخلها هنا واعملها حفظ. بعد هيك اختار اذا كان منشط او كاتب. الفرق بين المنشط والكاتب، المنشط هو بيقوم بايش تدريب الاطفال بشكل مباشر، بيكون بيتعامل مع اطفال بشكل مباشر، اما الكاتب يكون شغله هناك انه يعبي البيانات، يدخل بيانات، يتابع الموظفين، حضور الموظفين، حضور الطلاب، كل الامور هذه من شؤون الكاتب. بعد هيك بنختار مثلا اختار منشط او كاتب اللي انا بدي اياه. بعد هيك احط موافقة على الشروط، شروط التسجيل. آخر شي حدوس حفظ، حدوس حفظ، هيك حيقول لي لقد تم حفظ البيانات بنجاح. حدوس خروج، خلاص خلصت هيك. طيب نفترض انه عايز ادخل انا تاني، لقيت انه معلومة غلط. اهم اشي انه انا يكون البيانات عندي البيانات عندي تكون موجودة، البيانات عندي تكون موجودة. هاي لو انا رحت نسخت رقم الطلب ودخلته، بعدين نسخت كتبت الباسورد، رحت كتبت الباسورد، تمام، حطيت دخول، تمام، راح تلاقيه دخل عادي، ما فيش مشكلة، البيانات محفوظة 100% طبعا بدون أي مشاكل، تمام. طيب نفترض إنه أنا راح من عندي رقم الطلب، ما بعرفش رقم الطلب. راح ادوس اول حاجة على شكل القفل، هذا شكل القفل، ادوس على رقم الهوية وحكتب رقم الهوية اللي هو 4 0 7 3 7 9 0 4، تمام. وراح اختار البريد الالكتروني اللي هو هو هذا البريد الالكتروني، ادوس موافق. هو راح بعت لي رسالة على البريد الإلكتروني خلال ساعة، بقول لي خلال ساعة، يعني أنت بتتابع الإيميل بتاعك خلال ساعة راح تلاقي إنه بعت لك رسالة فيها زي كيف لوحة صغيرة بتعدل من خلالها على الباسورد، وبيعطيك كمان رقمك الطلب بتاعك عشان تقدر تدخل مرة تانية. هيك بتكون الأمور وضحت إن شاء الله، ما فيش أي مشكلة. طبعا نعيد تاني مرة تانية، لو انت نسيت الباسورد او رقم الطلب ممكن تختار على فقط بيانات كلمة المرور وتدوس على القفل، هذا شكل القفل، وممكن انك تحاول تاني تستعيد البيانات، وهيك بتكون الامور وضحت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا ريت لايك واشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. الى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.